يشرفنا اكثر لانه معنا في الحلقه ديال نهار اليوم. كنا تكلمنا باللي غادي تكلمنا خوله على التعامل ديالها معاه. فالتعامل كان عايش في الاغنيه على ما اظن خوله. نعم. فهاد الاغنيه شنو الاسم ديالها؟ كنحبو نموت عليه. وغادي كيف ما قلت مستمعي الكرام كيشرفنا ان الاستاذ طيب العلاج يكون حاضر معنا اليوم. والهدف هو اننا نسمعوا شهاده في حق خوله ضيفتنا اللي حاضره معنا اليوم. استاذ طيب العلاج اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذي لاباس عليك. الله يطول عمرك سيدي بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شرف انك تكون معنا عبر اثير راديو مارس. وسامحنا لاننا ربما كتكلم معنا عارفين التزاماتك الفنيه عارفين كذلك الوقت ديالك ربما ماشي ملكك. فاليوم قبلتي انك تكون معنا ولو بالهاتف باش تقول شهاده في حق ضيفتنا الفنانه خوله اللي حاضره معنا في حلقتنا نهار اليوم. الله يشرف قدرك. فشنو ممكن تقولنا على خوله استاذ طيب العلاج؟ ايوا شغادي نقول لك. انا اعتقد ان خوله ستكون اضافه جميله جدا وكبيره على صغار سنها. ستكون اضافه جميله وكبيره للنغم المغربي وللاغنيه المغربيه. لأن الأنسة عندها موهبة لا جدال فيها. وأظن أنها ستسير بعيدا في هذا المجال. أتمنى لها التوفيق وأتمنى لها النجاح وأتمنى لها بعد النجاح عدم التحلي بالغرور والعجرفة ونسيان بلدها المغرب. لأن هناك من مهدنا لهم النجاح فنجحوا بأغاني كتبناها لهم ولما حققوا بعضا من ذاتهم تنكروا للأغنية المغربية وأعطوا كل ما لديهم من قدرات فنية لأغاني أخرى. وهذا شيء مؤيد لا أتمنى أن تسقط فيه هذه الآلهة الجميلة الرائعة خولة. أمرك. نعم هيا معك أستاذ. هيا معك خولة معك بغيت تكلم معك أستاذ طيب. نعم. الله يطول في عمرك أستاذ. والله يحفظك وينجيك استاذ. شنو اللي نعم شنو هو اللي خلى اللي شجعك انك تتعامل مع خوله يعني في هذا العمل اللي تكلمت عليه يعني قبل قليل؟ اولا الاغنيه واخا انا شيباني بطريقة شبابية. استاذ راه الاعمال ديالك شاهد على هادشي اللي كتقول. عارفين الاعمال ديالك يعني اعمال اي حاجه كتخرج من الاستاذ طيب علاش فكتكون محبوبه عند الجمهور. وحاجه اخرى يعني انا ما فاجات عندي قلت غنعطيك اغنيه قدك ماشي قدك في القيمه لا قدك في السن. نعم. لان المغاربه عندهم واحد المثل جميل جدا البس قدك يواتيك البس قدك يواتيك. يعني كتبت لها أغنية يعني أولا يعني اللي يسمعها الشباب ويسمعها الشيوخ ويسمعها الكبار وتسمعوا وليست أغنية للاستهلاك تسمعها يعني مرة ولا جوج. نعم. تعجبك وما حد كتسمعها وهي كتطلعك في الراس حتى كتنساها في واحد الوقت طويل. نعم. الأغنية اللي كاتب لها اللي كيطبق عليها مثال آخر مغربي كيقول زيدها من غاد زيدك حلاوة. الأغنية اللي كتبتها أنا الخولة غادي إن شاء الله كل ما سمعتها تزيد تعجبك. نعم. وخصوصا وأنني كما أسفت خولة لها مواهب ولها إمكانات يعني كبيرة على صغر سنها. وأنا لا أتمنى لها وللشباب المغربي المولع بالفن المغربي إلا النجاح. لأننا في حاجة إلى زمرة من الشباب
تغني الأغاني المغربية الجميلة، ليست الموسيقى وليس هذا الضجيج الذي نسمعه. نعم. نسمعه وتقام له حفلات ويعود أصحابه بأموال باهظة وهم لا يعرفون شيئا وليس لهم الحق، لا الحق أدنى حق الانتساب لهذا الفن. نعم شكرا لك أستاذ طيب. نعم تفضل. نعم أخي شكرا لك. هذه الفتاة يا أخي لها من الإمكانيات ما يجعلها في الصف الأول قريبا عندما تسمع لها أول أغنية، ستصنفها بأنها من الدرجة الأولى. نعم شكرا لك أستاذ طيب العلج، لأنك كتشجع المواهب الشابة وكتآمن بأصوات اللي ممكن تعطي الشيء الكثير لهذا الوطن هذا. كيف ما قلتي احنا في حاجة الفنانين أنهم يزيدوا بالأغنية المغربية القدام. أستاذي طيب العلج كنشكرك بشكل كبير لأنك شرفتينا بهاد المداخلة هذه، شرفتينا بهاد الشهادة هذه. خولة أستاذ كبير في حال طيب العلج، أكيد أن فاش كنقولوا طيب العلج الاسم ديالو سابقه والسمعة ديالو سابقه، يعني الإنتاج ديالو سابقه، فهو هرم الأهرامات ديال الفن في المغرب. فشنو كيشكل لك هادشي اللي سمعتي دابا من 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 لسان ديال طيب العلج اللي ما كيعرفش نفاق، ما كيعرفش كذلك مجاملة، كاين ما كاينش ما كاينش، وهادشي اللي يعودون عليه هاد الناس هادو. أنا في الحقيقة لساني كيعجز على الكلام على الأستاذنا الكبير بحال هذا. كنقولوا الله يطول لي في عمرك، هادشي اللي نقول. نعم فاحنا غادي نمشيو من أستاذ طيب العلج ناخدو فنان كذلك تاوى فنان بشكل كبير ملحن وعطى شيء الكثير الأغنية المغربية، فنان اللي من خلاله كذلك حسوا ساهم في أنه يرسم الملامح ديال الأغنية المغربية، عنده فضل كبير على الأغنية المغربية بشكل كبير. فكذلك حاضر معنا في حلقتنا النهار اليوم باش يتكلمنا على خولة الأستاذ أحمد العلاوي. أهلا وسهلا. مساء الخير ومساءكم سرور وورود ونغمات جميلة وكلام حلو. فالفنان هو هذا، ما يمكن يخرج إلا الكلمات اللي سمعنا دابا ياك جورج. اهلا وسهلا استاذ احمد العلوي، شكرا لانك معنا في الحلقه ديال نهار اليوم ولو بالهاتف. والهدف هو اننا نتكلموا على خولة اللي كان عندها حضور كبير يعني في البرنامج ديال ستار اكاديمي واللي شرفات المغرب الاكيد. حتى واحد ما كينكر هذه الحاجه هذه، فبغيناك تكلمنا عليها بشكل عام. فشنو ممكن تقولنا على خولة؟ اولا يمكن القول ان أنا شابة تتوفر فيها كل الشروط اللي كانت تخليها أنها تصبح يعني نجمة في مجال الغناء المغربي والعربي. ثانيا أنها تمتاز بصوت جميل جدا، ويعني من خلال الاكتشاف اللي اكتشفته انا في 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 خولة وانه عندها استعداد وعندها عزيمه وعندها اراده طبعا وعندها هدف، يعني رسمه الهدف ورسمه الطريق ديالها، وهذا لا يمكن ان يكون الا بالعزيمه اللي هي كتملكها. ثانيا انها وكما سبق وسمعت الان يعني هذاك التخوف اللي كتخاف منه، هي عندها الحق انها تخاف لان الساحه الفنيه عموما داخل المغرب او خارج المغرب هي ملغومه، يعني لما كنقول ملغومه لان فيها مجموعه من 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 المتاعب، مجموعه من من المشاكل بغض النظر عما يمكن ان يتصوره الانسان. فيعني هذا الامر هذا وهذا التخوف هو شيء مشروع. ثانيًا هما هاد كنعتقد ان هاد المباريات اللي كتعملها التلفزيونات او اللي كتعملها يعني القنوات التلفزيونيه لاكتشاف الاصوات هي لا تكون في مجمل الاحيان يعني عندها واحد السيناريو، لانني لاحظت انه بزاف ديال المطربين اللي دازوا في مجموعه من 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 البرامج ولكن ما نستطعوش انهم يمشيو بالاسلوب اللي كانت يعني كتهيئوا لهم هذيك البرامج. استاذ العلوي
نعم. على الأقل هذه البرامج كتقصر مسافة كبيرة على الفنان المغربي أو على الفنانة بشكل عام. هي كتوفر لي مثلا التواصل مع الجمهور، كتوفر لي التجربة، كتوفر لي واحد المجموعة ديال الأمور، يعني واحد الأرضية مهنية اللي كتخلي أنه يكون عنده واحد الإيمان بمجموعة من الأمور، ولكن كتبقى هنا واحد الفراسة. مثلا الشيء اللي ذكرته مثلا خولة ديال أنها يعني الفنان خصو يعرف، لأن في بداية الطريق وفي بداية الطريق الفنان لابد أنه باش يمكن له يبصم الفضول ديالو ويبصم المكانة ديالو داخل الساحة الفنية، خصوصا الآن لأن هذا من الصعب على الفنان أنه يحط لرسول واحد الإطار معين، لأن مع القنوات مع التعدد ديال الأنوات مع هذا الانفتاح اللي كاين، يعني حقيقة أنه الإنسان خصو يعرف أولا أشنو من غادي يوجه العمل ديالو، الطريقة باش غادي يوجه العمل ديالو، كيفية العمل، الأسلوب ديال التعامل سواء مع هذا. إذا وهذه البرامج مثلا اللي كتكون به الإذاعة ديال مارس هو من البرامج، وأنا هذا لا يعني ما كنظنش الوعد، أقول الصدق، هذه من البرامج اللي كتخلي أن الفنان يحس بأنه متابع، لأنه الآن أنا كنسمعك كتوضع واحد الأسئلة يعني خارجة عن المألوف، أسئلة اللي كتخلي الفنان يكون يعني عنده واحد يحتاط من الأجوبة، لأنه لما كتقول الإنسان علاش ما استطعتيش شنو هو يعني هذه. فإذا هذه البرامج هذه فهي اللي كتخلي واحد الوعي عند الفنان يعرف أنه مسؤول أمام الإعلام، مسؤول أمام الجمهور، مسؤول أمام نفسه. ثانيا أنا أعتقد أنها الآن في إطار التعامل ديالها مع جورج أنه يعني خدت واحد الطريق اللي هو ربما غادي يبسط عليها مجموعة من العراقيل اللي ذكرتها على سبيل المثال، بالإضافة أنه كصوت وكصورة وكشابة في بداية يعني كورد يعني خاصة يعني تعرف أشنو غادي تختار، لأنها غادي تواجه الجمهور، وخاصة الإبداع اللي غادي تواجه به الجمهور يكون نعم. في مستوى التطلعات ديالها وفي مستوى تطلعات الجمهور وفي مستوى هاد نعم. العربية. استاذ العلوي فانا كنشكرك بشكل كبير وفتحتي نقاش اللي غادي نفكروا من بعد بانك تكون حاضر معنا ان شاء الله في البرنامج، ونديروا تقييم لهذه البرامج اللي كتنقب على المواهب الشابه، ونحطوا سؤال الهدف من هذه البرامج، واش هدف فني ام هدف مصلحي ربحي بدرجه اكبر. والجواب اللي غادي نخرجوا به راه هو الجواب، هو اللي غادي يجاوبنا على بزاف ديال الاسئله المستقبليه ان شاء الله. او لا استاذ علاوي، انا كنعتقد ان هناك برامج هادفه، هادشي اللي مثلا اذا اخذنا مجموعه من البرامج اللي لاكتشاف الشباب، وهذا يعني احنا عشنا واحد التجربه في المغرب اللي نعم. من الستينات مثلا اللي عطاتنا نجوم الغد مثلا، عطاتنا مبدعين كبار طبيعة الحال. كذلك في بعض الدول العربية كيديروا برامج حسب الإمكانيات. الآن لما كتشوف واحد الإمكانيات ضخمة في إطار برامج اللي كديرها قنوات تلفزيونية، أنا كنعتقد بأنه يعني فيها جوج ديال العوامل، العامل التجاري. نعم سي أستاذ العلوي، احنا نعم أستاذ العلوي احنا العامل الفني نعم، والعامل الفني في بعض الأحيان لا يسمو ولا يصل الى المستوى. انا اعطيك انا مثال استاذ العلوي، استاذ العلوي لا سمحتي، فاحنا لان الوقت ما كيداهمنا وعندنا فاصل اشاري، فاستاذ العلوي هذه ربما اشياء كثيره مهمه طرحتها في الحلقه ديال نهار اليوم، نخليو عنصر التشويق للمستمعين الكرام ان شاء الله لحلقه ان شاء الله تكون حاضر معنا فيها ونتكلموا ساعه ونصف بشكل مفصل ومفسر بشكل طبيعة الحال كبير في حلقة إن شاء الله مقبلة. كنشكرك أستاذ أحمد العلوي في الحلقة ديال نهار اليوم. أستاذ العلوي قال أشياء كثيرة، فكلمة صغيرة الأستاذ أحمد العلوي عندنا. أنا بصراحة فخورة جدا التعامل ديالي معه، وأنا جد معجبة بالألحان ديالو، وهو وجه الخير عليا، كنتمنى نكون على حسن ظنه. فهادشي اللي كنتمناه كذلك، وكنتمناو لك دائما مسيره فنيه موفقه.